بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم طيب الله أنفاسكم ورفع الله درجاتكم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن المهتدين بهداه والمستبدلين بنوره. السادة الحضور، مرحبا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة المنطقة الإسلامية، أجواء ملتهبة على أعقاب الصخرة الإسلامية، تثارت الشعوب تطالب بحقها في تقرير مصيرها محطمة سلاسل الاستكبار والاستبداد، ونالت بلسان حال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب البلغ، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخيل أن ينكسر. انتشرت أجواء الحرية والكرامة بين شعوب المنطقة، وكان شعب البحرين من الشعوب السباقة للثورة لملا، وهو شعب يمتلك تاريخا ثوريا ونضاليا عريقا. ثورة الرابع عشر من فبراير، ليلة الرابع عشر من فبراير، ليلة عاش فيها شعب البحرين استعدادا لثورة عزة ونمو، بينما كان يعيش فيها النظام الخليفي أجواء خوف ورعب بل وأقصى حالات القلق والتأخر من ثورة شعبية. وانفجرت الثورة، انفجرت الثورة فجر الرابع عشر من فبراير من عام 2011 في بلدة ويبراك، حينما خرج قائد من قادة الشعب المخلصين وهو الأستاذ عبد الوهاب حسين، بعدما صلى بالمؤمنين صلاة الفجر جماعة، خرج مع الثائرين في أول مسيرة للثورة المباركة. فسرعان ما خرجت جميع مناطق البحرين في مسيرات معينة ومشاركة في قيام ثورة الغضب. تهافتت حشود الثائرين وتغافلت مختلف شرائح الشعب، صغيره وكبيره، سنته وشيعته، نحو دوار اللؤلؤة. يوم 15 من فبراير، ليصبح هذا المكان ساحة للاعتصام ومركزا لانطلاق المسيرات ومركزا للثورة، انطلقت الصرخة، انطلقت الصرخة التي كان يخشى انطلاقها النظام الخليفي الغاصب، الصرخة التي دكت مضاجعهم وهزت قصورهم: ارحلوا، ارحلوا عن أرضنا يا غرباء، انتهت الزيارة، عودوا إلى الزبار. هجم النظام على الثوار في دوار اللؤلؤ فجرا وخيسة بكل غدر ووحشية، متجردا من الإنسانية قتل عدة الشهداء وجرح الآلاف وروح النساء والأطفال. يوم 17 من فبراير هو اليوم الذي خيم فيه الحزن على البحرين وسمي بالخميس الدامي. قد هجم البيان في هدأة الظلام والناس للبحرين في أطهر حلمه، قد قتلوا الشيوخ وذبحوا الشباب واستيقظ الشعب على بركة دمه، ولكن الشعب عاد، لكن الشعب عاد لدوار اللؤلؤ بإرادة أقوى من السابق وإصرار أكبر على إسقاط النظام الذي سفك دماء الأبرياء بغير حق. عاد الشعب منتصرا بدم الشهيد البطل القائد عبد الرضا بوحميد الذي قابل رصاص الجيش بصدره العاري، ممثلا من قول الشهير: عطاء الدم ثمن الحرية، وأن الحرية لا تأتي إلا بعطاء الدم. عاد الشعب للدوار بعد التضحيات، عاد الشعب لميدان الشهداء مرددا: أقسمنا يمين نمضي للأمام، من بعد الخميس أنهينا الكلام، الشعب يريد إسقاط النظام. لم يتواصل الاعتصام في ميدان الشهداء لأكثر من شهر، حتى عادت السلطات القمعية لفضله مرة أخرى بكل بطش وهمجية، وذلك يوم 15 من مارس، يوم دخول درع الجزيرة الجبانة، وأعلنت حالة السلامة الوطنية، عفوا، حالة الخيانة الوطنية التي خان فيها النظام شعب البحرين الأصيل، حينما جمع ثلة من المجرمين من شتى بقاع العالم وجندهم كمرتدين
مفتزقة لطمع شعب أعزل خرج ليطالب بتقرير مصيره لكل سلمية. جيش لا يعرف الرحمة، جيش لا يعرف الرحمة، جيش خرج ليقتل شعبا مسالما مطالبا بحقوقه المشروعة. مارس الجيش كل أنواع الظلم والاضطهاد، ثلاثة أشهر استباح البلاد. فرغ غضب الحاكم على شعبنا مريدا إذلال الشعب وإخافته وتفنيطه عن مواصلة ثورته. سجن الآلاف، هجر المئات، قتل أكثر من 200 شهيد، هتك الأعراض، هدم المساجد، وواصل طمعه وظلمه للشعب بهذا العنوان وأكثر على مدى 8 سنوات. ولكن هل حقق الإمام هدفه؟ هل أحمد الثورة؟ كلا. 8 سنوات من الصبر والصمود، 8 سنوات من التحدي والمضاربة، 8 سنوات من الجهاد والمقاومة. تحية للثابتين في الميادين، تحية للمغيرين خلف قضبان السجون، تحية لأبناء شعبنا المضحين. 8 سنوات للثورة، نظام يراهن على بقائه، وشعب يكافح من أجل انتصاره، شعب بقي صامتا ونظام يضيق الخناق كل يوم أكثر وأكثر ويزيد بطشه لأجل إخضاع هذا الشعب. ولكن هل خضع الشعب؟ هل ترك الشعب ساحات المقاومة؟ استطاع النظام قتل الكثير من الشهداء والزج بالآلاف من المعتقلين في الزنازين، ولكن هل قتل روح الثورة في الأجيال التي نشأت على ظلمه وقمعه؟ تعدى النظام حدود الله فهدم المساجد وأحرق القرآن، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. النظام الدخيل الظالم الذي احتل البحرين مصيره إلى زوال حتمي. كيف لا؟ كيف لا وقد تعدى حدود الله؟ نظام قائم على الدماء الطاهرة للشهداء وآهالي الأسرى، محال أن يبقى. والشعب المضحي المتمسك بحقه لا بد من انتصاره ولو بعد حين، وذلك وعد الله في كتابه. فانتقمنا من الذين ظلموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والآن مع كلمة للأخ علي شيماء نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.